عمير بن الحمام رضي الله تعالى عنه في غزوة بدر لما دنا الأعداء قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض. فقال عمير: بخن بخن يا سلعة الرحمن، يا سلعة الرحمن، أين المشتري؟ فلقد عرضت بأيسر الأثمان. يا سلعة الرحمن، يا سلعة الرحمن، هل من خاطب؟ فالمهر قبل الموت ذو إمكان. أما بعد، أحبتي في الله، فحياكم الله وبياكم، وطبتم وطاب ممشاكم، وتبوأتم من الجنة منزلا. وأسأل الله جل وعلا الذي جمعنا في بيته على طاعته أن يجمعنا مع الحبيب المصطفى في جنته ودار كرامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وبعد، أحبتي في الله، حديثنا اليوم هو أجمل حديث. حديثنا اليوم عن دار الأفراح، عن دار السلامة، ودار المقامة، عن دار بناها الله وزينها بيديه سبحانه وتعالى، وجعل فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. إنها الجنة، جعلني الله وإياكم من ساكنيها. إنها الجنة يا عباد الله، إنها التي اشتاق لها الصالحون وسعى لها السائرون وعمل لها العاملون وتزود لها المخلصون. قال تعالى: وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. وقال سبحانه: تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا. إنها سلعة الله الغالية، إنها سلعة الرحمن الغالية. فتعالوا بنا أحبتي في الله، نسافر اليوم بقلوبنا إلى الجنة، إلى تلك الدار، نطوف بها ونرى ونشاهد بعضا مما أعده الله فيها لعباده المتقين. توقفنا في الخطبة الماضية عند أبواب الجنة بعد رحلة طويلة في أرض المحشر، ومواقف عظيمة تشيب لها الولدان. آخر تلك المواقف كان الصراط، هذا الجسر الذي سنمر عليه، وهو جسر على متن جهنم. ورأينا في الخطبة الماضية ماذا يحدث على هذا الجسر من أهوال، وكيف سيكون حال الناس أثناء المرور عليه بعد نجاة المؤمنين من الصراط بفضل الله تبارك وتعالى وبرحمته. يصلون إلى بر الأمان. الآن الخلائق الذين نجوا، المؤمنون الذين نجوا، ولا ينجو إلا المؤمن، الكفار مخلدون في النار، والمنافقون كذلك. الآن المؤمنون الموحدون يقفون أمام أبواب الجنة. وتخيل معي عبد الله هذا المشهد العظيم، أبواب عظيمة، هل تظن أنها كأبواب قصور الدنيا؟ الجنة
عرضها السماوات والأرض فكيف ستكون أبوابها؟ يقول عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده إنما بين مصراعين من مصاريع الجنة، أي بين دفتي الباب، مسيرة 40 سنة، مسيرة 40 سنة هذا الباب، وليأتين عليه يوم وهو كضيض من الزحام. هذا بفضل الله تبارك وتعالى. الآن الأبواب مغلقة والنفوس تلتهب شوقا لرؤية ما بداخلها، إنها الجنة التي وعدنا الله إياها، التي سهر لأجلها القائمون بالليل، التي اجتهد لها المجتهدون، التي صام من أجلها الصائمون، التي قتل من أجلها الشهداء والمجاهدون، التي صبر من أجلها الصابرون. الكل الآن في شوق، يريدون أن يستريحوا بعد هذا العناء الطويل الذي كان في الدنيا دار اختبار، ثم الموت دار البرزخ، ثم أهوال يوم القيامة والصراط. الآن الناس تريد أن تستريح، أن تتنعم. فيتقدم حبيبنا محمد، ومن يتقدم على محمد صلى الله عليه وسلم أفضل الخلق عند الله. قال عليه الصلاة والسلام: بنو آدم كلهم تحت لوائي يوم القيامة، وأنا أول من تفتح له أبواب الجنة. يقول عليه الصلاة والسلام: فآتي باب الجنة فأستفتح. يطرق الباب فيقول الخازن حارس الجنة: من؟ فيقول: محمد. فيقول: بك أمرت ألا أفتح لأحد قبلك. فتفتح أبواب الجنان 8. يا الله، ما هذه الريح الطيبة؟ إنها ريح الجنة، إنه طيب الجنة. 8 أبواب عظيمة. فيقسم الناس إلى زمر وجماعات، من كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة، الذي كان يحافظ على تكبيرة الإحرام، الذي كان يحافظ على صلاة الجماعة، الذي كان لا يؤخر الصلاة عن وقتها، اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. من كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد، من كان من أهل الصلاة دعي صيام، من كان من أهل الصيام دعي من باب الريان، من كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة. وهناك باب اسمه الباب الأيمن، هذا الباب مخصص لمن؟ هذا لا يدخله إلا 70,000 الذين ذكرناهم في الخطب الماضية، الذين يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب. اللهم اجعلنا منهم يا رب. هؤلاء لا حساب، لا ميزان، لا أهوال، مباشرة من القبور إلى الجنة. 70,000 مع كل 1,000 70,000. هذا الباب مخصص لهم، خصيصا لهم، وهم شركاء مع الناس في بقية الأبواب. 8 أبواب، هذا الذي ذكر في السنة الصحيحة، فقط هذه الأبواب. من العلماء من قال هناك باب الكاظمين الغيظ، باب بر الوالدين، والله تعالى أعلم. هل يدعى أحد من كل الأبواب؟ نعم، سأل هذا السؤال سيدنا أبو بكر رضي الله تعالى عنه، سأل حبيبنا النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له رسول الله: نعم نعم، هناك من يدعى من الأبواب 8. هذا كان سباق بالخيرات، وأنت منهم يا أبا بكر، وأنت منهم يا أبا بكر. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا، جماعات،
حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. يقولون المؤمنين يقولون الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. ثم يبدأون بالدخول إلى الجنة، كل واحد يعرف منزله أكثر مما يعرف منزله في الدنيا. يقول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: أول زمرة يدخلون الجنة وجوههم كالقمر ليلة البدر. اللهم اجعلنا منهم يا رب. وجوههم كالقمر ليلة البدر، ثم الذين يلونهم كأشد كوكب دري إضاءة في السماء، لا يتغوطون ولا يتبولون ولا يمتخطون. أمشاطهم الذهب، مجامرهم الألوة المباخر العود، أزواجهم الحور العين، على خلق رجل واحد، أخلاق عالية، قلوب طيبة منزوعة من الغل والحقد والكراهية، على خلق رجل واحد، على صورة أبيهم آدم 60 ذراعا، يعني طول الواحد كم؟ 30 متر. الآن خلق جديد ليس كخلقنا هذا. أهل الجنة طولهم 30 متر، تخيل. يدخلون إلى الجنة، وماذا أحدثكم عن الجنة وما فيها؟ شيء لا يستوعبه العقل البشري، لا يستوعبه، لا يتحمله. سأعطيكم حديث واحد لأقرب لكم عن مساحة الجنة وعما سيكون للمؤمنين في الجنة من مساحات وأملاك وقصور. سأل موسى ربه، وهذا الحديث صحيح، سأل سيدنا موسى ربه سبحانه وتعالى عن أدنى أهل الجنة منزلة. هذا أقل واحد في الجنة، الأعداد في الجنة مليارات لا يعلم بها إلا الله. قال: ما هو أدنى أهل الجنة منزلة؟ فقال الله سبحانه وتعالى: هو رجل يأتي بعدما دخل أهل الجنة إلى الجنة وأهل النار إلى النار، خلاص هذا آخر واحد، فيقال له: أدخل الجنة، أدخل الجنة. فيقول: يا رب، وكيف وقد نزل الناس منازلهم وأخذوا أخذاتهم؟ يخيل له أنها ملأة. فيقول الله تبارك وتعالى: انتبه، هذا أدنى واحد في الجنة، أدنى منزل في الجنة. فيقول الله تبارك وتعالى: عبدي، أيرضيك أن يكون لك مثل ملك ملك من ملوك الدنيا؟ قال: بلى يا رب، رضيت. فيقول لك: ذلك ومثله 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 ومثله. فيقول في الخامسة: رضيت ربي، رضيت ربي. فيقول الله عز وجل: لك ذلك وعشرة أمثاله. وفي رواية عند مسلم: لك مثل الدنيا وعشرة أمثالها. الله أكبر، هذا أدنى واحد منزل في الجنة، أدنى منزل في الجنة. ممكن واحد يقول: طب كيف يعني؟ مساحات ما يتحملها العقل. أعطيك مثال أيضا، الآن في السماء الدنيا المكتشف 1,000,000,000 مجرة، المكتشف الآن 1,000,000,000 مجرة، كل مجرة فيها 2 و3 و4 مليار نجم، في نجوم مكتشف الآن أكبر من الأرض 10 مليار مرة، هذا في السماء الدنيا وهذا المكتشف. والجنة عرضها السماوات والأرض، هذا أدنى منزل في الجنة. فقال موسى: يا رب،
وما أعلاهم منزلها. طب اللي فوق فوق هدوليك إيش إلهم؟ فقال الله سبحانه وتعالى: أولئك الذين أردت، هدول خاصتي، أولئك الذين أردت غرست كرامتهم بيدي وختمت عليها. قال: غرست كرامتهم بيدي وختمت عليها، فلا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. هؤلاء فوق ما أعده الله لهم شيء عجيب. وقرأوا إن شئتم قوله تعالى: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. فلا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. يا عباد الله، الجنة درجات ومنازل، علامات، علامات على قدر أعمالك في الدنيا، الشهادة التي ستستلمها يوم القيامة علامات ودرجات. قال صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة 100 درجة، ما بين الدرجة والدرجة، ما بين السماء والأرض. قال: أعدها الله للمجاهدين في سبيله. ما بين الدرجة والدرجة، ما بين السماء والأرض، تخيل. قال بعض أهل العلم: هذه الدرجات 100 خاصة بالمجاهدين، لكن هل يوجد درجات غيرها؟ نعم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: درجات الجنة بعدد آي القرآن، بعدد آي القرآن. والدليل قوله صلى الله عليه وسلم: يقال لصاحب القرآن يوم القيامة: اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فمنزلتك عند آخر آية تقرأها. فهنيئا لحافظة القرآن، هنيئا لمن كان يحافظ على قراءة القرآن وتدبره، هنيئا له. الارتقاء في الدرجات. ماذا أحدثكم عباد الله؟ لما تدخل إلى الجنة ينتهي الحزن وينتهي الألم وينتهي الخوف وتنتهي الاختبارات. خلود، ما عاد في موت، خلاص. لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى، يؤتى بالموت على شكل كبش فيوضع بين الجنة والنار ثم يذبح، فيقال لأهل الجنة: خلود فلا موت، ويقال لأهل النار: خلود فلا موت. خلاص، نعيم مقيم في الجنة وعذاب مقيم مخلد في نار جهنم، لا موت لا نوم، حتى لا ينامون. لماذا؟ حتى لا تنقطع عنهم اللذة، حتى لا ينقطع عنهم النعيم، لا يمرضون، ما في مرض، ما في تعب، لا يتغوطون ولا يتبولون. طب أين يذهب هذا الطعام؟ قال: يخرج على شكل جشاء. الجشاء هو الصوت الذي يخرج عند امتلاء المعدة، وعن طريق الرشح، يعني العرق الذي هو مسك. قال: ورشحهم المسك. ما في الجنة قذر. الفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة. قال تعالى: ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا. يعني أنت إذا اشتاقت نفسك إلى هذه الفاكهة، إلى تلك الفاكهة، لا يكلفك ذلك إلا أن تشتاق فقط، فيتدلى الغصن إلى عندك فتقطف تلك الثمرة، ثم تعود ثمر مكان التي أكلتها وقطفتها، تنظر إلى الطائر فينزل مشويا عندك، نعيم.
ثم هذه العظام تعود وتخلق من جديد، فتعود طائر من جديد، طائرا من جديد، ويطير في الجنة. شيء عجيب. ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا. أنهار تجري في الجنة من تحت القصور، تتفجر من الفردوس الأعلى، هو أعلى منازل الجنة. لذلك قال المصطفى صلى الله عليه وسلم: إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس الأعلى، فإنه أوسط الجنة. أوسط يعني أفضل، وأعلى الجنة، وفوقه عرش الرحمن، ومنه تتفجر أنهار الجنة. بحار، بحر من ماء عذب زلال، وبحر من عسل مصفى، وبحر من خمر لذة للشاربين، ليس كخمر الدنيا هذا الذي يسكر، هذا القذر. خمر الجنة غير خمر الدنيا، لذة للشاربين، ما في سكر، ما في غول. ونهر من لبن لم يتغير طعمه. ثم تتفجر بقية الأنهار من هذه البحار، وتسير في الجنة من تحت قصور الجنة، تجري من تحتها الأنهار. ماذا أحدثكم عباد الله؟ القصور. الله أكبر. اسمعوا عباد الله، قال عليه الصلاة والسلام: إن أهل الجنة ليتراءون أهل الغرف، في غرف مبنية فوق، قال: ليتراءون أهل الغرف كما ترون الكوكب الغابر في المشرق أو المغرب. الله أكبر. انظر إلى الدرجات والتفاوت والتفاضل في الجنة. في ناس فوق بعيد، مثل ما بتشوف النجم هلا في السماء، أديش البعد، هكذا الدرجات في الجنة. فقال الصحابة: يا رسول الله، تلك منازل الأنبياء لا يبلغها إلا هم. فقال: والذي نفسي بيده، إنها لرجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين. أيضا في غير الأنبياء من هذه الأمة سيكونون في تلك المنازل وفي تلك الغرف. قال عليه الصلاة والسلام: إن للمؤمن خيمة في الجنة، خيمة من لؤلؤ مجوفة. تخيل الجمال، لؤلؤ مجوفة. كم طولها؟ قال: 60 ميلا، أكثر من 80 كيلو تقريبا، 60 ميلا. له فيها أهلون جواري وحور عين وخدم، يمر عليهم فلا يرى بعضهم بعضا. سبحان الله. هذا فقط خيمة في الجنة يا عباد الله، هذه للمؤمن. قال عليه الصلاة والسلام: إن في الجنة غرفا يرى ظاهرها من باطنها، وباطنها من ظاهرها. فقالوا: يا رسول الله، لمن هذه؟ فقال: لمن أطعم الطعام صدقه، وألان الكلام حسن الخلق، وتابع الصيام، وصلى بالليل والناس نيام. ماذا أحدثكم عن الحور العين؟ قال صلى الله عليه وسلم: لو أن امرأة من أهل الجنة اطلعت على أهل الدنيا، قال: لأضاءت ما بين المشرق والمغرب، ولملأت ما بين السماء والأرض ريحة من طيب ريحها، ولنصيفها، أي خمارها، ولنصيفها على رأسها خير من الدنيا وما فيها. أشجار الجنة ما في شجرة يا أخوان إلا وساقها من ذهب، إلا وساقها من ذهب. قال: في الجنة شجرة يسير الراكب المضمر، الجواد المضمر، في ظلها 100 عام لا يقطعها. الله أكبر. ما هذا النعيم يا عباد الله؟ يعطى الرجل قوة 100 رجل في الطعام وفي النكاح. سبحان الله. نعيم متجدد. لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا، ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا. الخدم، فقط الخدم. قال تعالى: ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا.
مثل اللؤلؤ. سبحان الله. قال: إذا أشرف المؤمن من قصره في الجنة ورأى ملكه عن يمين وعن شمال، والأنهار والمزارع والمساتين والجواري والحور، قال: ونظر إلى الخدم وكأنهم لؤلؤ منثور. سبحان الله، نعيم عظيم. هل يوجد نعيم أعظم من ذلك؟ نعم. ينادى على أهل الجنة: يا أهل الجنة، إن لكم موعدا عند ربكم يريد أن ينجزكموه. فيقولون: ألم يغفر لنا ذنوبنا ويبيض وجوهنا ويدخلنا الجنة وينجينا من النار؟ قال: فيجتمعون في الوادي الأفيح. الوادي الأفيح في الجنة وادي مسك، للقاء الله تبارك وتعالى. فيطل عليهم الجبار فيقول: يا أهل الجنة، سلام عليكم. فيقولون: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. قال: يجلسون في هذا الوادي الأفيح على منازلهم وبحسب درجاتهم، تنصب كراسي من نور وزبرجد وياقوت درجات، ومنهم من يجلس على كثبان المسك حسب الدرجة وحسب العمل. دائما تذكر هذه الكلمات: حسب العمل في الدنيا. ويجلسون في هذا الوادي، ثم يقول الله تبارك وتعالى: هذا يوم المزيد، سلوني سلوني. فيجتمعون على كلمة واحدة، يقولون: يا رب، نريد أن ننظر إلى وجهك الكريم. قال: فيكشف الحجاب عن وجهه سبحانه وتعالى، وحجابه النور. لولا هذا الحجاب لاحترق كل شيء في هذا الكون، لكن الله تبارك وتعالى يعطي أهل الجنة قوة، يستطيعون أن يتحملوا النظر إلى وجه الله تبارك وتعالى. فينظرون إليه، فما أعطوا نعيما أفضل من هذا النعيم. للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة، أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. هذا شيء يسير مما في الجنة يا عباد الله. هناك الملتقى إن شاء الله. تخيل الآن وأنت تنظر إلى حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم، بل وتسلم عليه وتقبل يده، ترى سيدنا موسى، إبراهيم، نوح، ترى أبا بكر، عمر، عثمان، علي، طلحة، الصحابة، ترى الملائكة. نعيم، وأي نعيم. يجتمع الأحبة في الجنة، فيها سوق يسمى بسوق المزيد، يكون في الجمعة، يوم الجمعة يجتمع فيه الأهل والأحباب، وكل درجات الجنة تجتمع في هذا السوق. فيزدادون فيه حسنا وجمالا، حتى إذا رجعوا إلى أهليهم وزوجاتهم قالوا لهم: والله لقد ازددتم حسنا وجمالا. فيقولون لهم: وأنتم كذلك، لقد ازددتم حسنا وجمالا. لأنه نعيم متجدد، ما في ملل يا أخوان، نعيم متجدد. طب إلى متى؟ خلود، خلود يا أخوان. العقل لا يستوعب والله. فأين المشمرين عباد الله؟ أين المشمرين إلى جنة عرضها السماوات والأرض؟ الله تعالى يقول: وسارعوا. الله تعالى يقول: سابقوا. الله تعالى يقول: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. عمير بن الحمام رضي الله تعالى عنه في غزوة بدر، لما دنا الأعداء، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض. فقال عمير: بخ بخ. فقال عليه الصلاة والسلام: ما يحملك على أن تقول بخ بخ؟ قال: لا والله يا رسول الله، إلا رجاءة أن أكون من أهلها. ما تحمل عرضها السماوات والأرض، الآن فقط أقتل إلى الجنة. قال: فأخرج تمرات من قرنه، من جعبة السهام، فأكل منها، ثم قال: والله إنها لحياة طويلة.
حياة طويلة لئن صبرت حتى أنتهي من هذه التمرات. فرماها ثم انطلق كالأسد وقاتل ثم قتل رضي الله تعالى عنه. لما كانوا يسمعوا بهذا الكلام يطيرون إلى الجنة. يا سلعة الرحمن، يا سلعة الرحمن أين المشتري؟ فلقد عرضت بأيسر الأثمان. يا سلعة الرحمن، يا سلعة الرحمن هل من خاطب؟ فالمهر قبل الموت ذو إمكاني. اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى يا رب العالمين.